روح قلبي بصبوص عيوني انت اسمعيني وصححي لي اذا انا غلطان. هلا هو عم ياخذ 3/4 اضعاف القروش من العالم، شو عليه اذا نحن اخذنا نصهم؟ عليه شيء؟ لا ما عليه شيء. يا عيني عليك انت. بدك الدغري ولا ابن عمي؟ الدغري. لك شلون متحملتي له اختيار الجن انت؟ اسأل حالك هالسؤال. شو اسأل حالي؟ ما اسأل حالي شو انا متجوزه ولا انت؟ هلا لو متحملته كنت قعدت انا وياك هالقعدة؟ لا والله. كبرني اللي خلقك، عرفتي ليش بحبك؟ عرفت. طيب وبعدين يا هلال شو بدنا نعمل معه؟ والله شغلي عندك معدي. يعني هلأ إذا طلقته تتجوزني؟ لك شلون بتجوزك يعني؟ علي ما علي بحملك على ظهري وبمشي فيكي قدام كل أهل الحارة، لا بيهمني لا كبير ولا صغير. هلأ إذا بدك. لا يا شو تحملني؟ بخاف على ظهرك ينبرق. أنا بس مشان تعرفي قدرك وقيمتك عندي. الله يخلي لي إياك يا رب. هلال عن جد شو بدنا نعمل معه؟ ليش عنده ذهب هو؟ كتير. تعرفي ابنته؟ اي معلوم بعرف. بدك تسرقه؟ ما بدي اسرقه. هلا هدول الذهب حقي. حقي؟ اي معلوم حقي. ايوه وحقي هو حقي. حقك هو حقي. لك يقبرني اللي بيفهمني على الطاير أنا. ولهون وبس. شلون يعني؟ ما فهمت. على عيشة معه يعني. بدك ترخي. ارخي؟ شلون يعني؟ أنا بفهمك شلون.